امشي. خلاص طب التاني فين؟ هو بيكون في شويه صغيرين. التاني فين؟ التاني فين؟ شغال؟ احنا راح نشوف كاميرا الفيديو شغال؟ اه شو المشكلة؟ سعادة ولا سنة؟ شو بدنا نصور يعني؟ اوه
Thank you.
ساوند كلاود ما بيسحبش خالص يا ليفت يا محمد منك لله خليتنا نحتاج له لو ما كنتش خلصت نتك ما كناش حلنا امبارح ما كناش احتاجناه لا والله انا ما بحبش واحد زي ده يقول كلمه هو زي الكلب اهوت ولا عنده سياره ولا عمره هيشمها وبتنطط تقول لك انا لو عندي
سابك نت يا محمد؟ Thank you.
الساعة 2 بالليل كمان. سبحتوا؟ اه والله. يسار ابو عبد الله. Thank you.
تابع الفيديو الجاي. بالبتاع. الله يسامحك. واحنا على العيد برضه نفس النظام كده، التليفون وقع، الشاشة اتحرقت. Thank you.
مبشر بين الخضار. ايوه. الدنيا مرة واحدة. لا وكمان واحد بده يثبت نفسه بشيء صح ولا لا؟ يثبت نفسه بأي شيء. صح. صعب لك دايرة زي هيك. وفي ناس ولا بتثبت ولا بتصلح عشان أكيد. مصلحة تبي لك كذا تصير الأرض. صح ولا لا؟ بس ما بدي أريح حالك بعدين. آه. عشان تبي تصير هذا بدي أنا معادي. هو بيطلع بس دوت شخص بيطلع ما عندوش اي مشكلة. اكيد ابدا تكون مشغل اغاني يا ابني على امك العب لنا كتير. ما بصل النت ترى. طب الرقم اللي في التليفون مش شغال بسبب انت بعيد. خل احطه في السيارة. شغل لنا بقى سواك من انت مشغل له اغاني بتاعت الست لما تيجي. طب افتح بس السيارة كده. مفتوح. Thank you.
اوضاعك ما تسمعش وانت يا محمد ربنا يخلينا على وش بعض يا اخي الله يرحمك ايوه انت الوحيد اللي رفعت من المعنويات رفعت المعنويات لا يلا بس كده عشان ايه معفنين القرآن الناس كلها في الماء واحد قال لك انت ما تنزل ده حريم ده نهار ابيض ده حريم انك تنزل افتح الباب وطفطك من هنا حد قابل السيارة يا محمد انت لك ما ترميش كده يا محمد كيف كله طار كويس تبعي والله حط الحاجات دي كلها في الشنطة عبد الله بصراحة تحتر يا محمد خلاص على البركة ربنا يكون ادخلها تحت ادخلها تحت ورجل اشطفها هنا يروح يجي شايلها هادي هو اللي قايل هتروح تجي شايلها تعبي يا سيدي بدك ايوه يا سلام عليك دلوقتي في طريقنا الى البحر مسافر في الطريق وحدي عبد الله يلا سيبك منه لا سيبك منه احنا عمال نقدر نطلع بعد لا ربنا
ملح لا ملح نذوق طعمه ممكن يشوف ملح ولا طعمه ملح فعلا ملح موجود هنا البحر تكثف ده البحر الميت ودي منطقة البحر الميت لسه برا عند السيارة هو لسه برا بيشربوا مية باين ولا بيعملوا حاجة كان طفل صغير هسيب الكاميرا هنا اشرف تاني نزلت من هنا لقيته محمد يا محمد بص بين يا محمد المفتاح الناس يا عم الناس فين الناس يقعدوا مكاننا على فرشتنا وانا لما نطلع انزل تعالى محمود قال لك ما تمشيش ورايا ضحك عليا محمد انزل وانت مش انت كنت سايبه في السيارة؟ لا والله والقرآن انت لما رحت شغلت اغاني هي الناس اللي فوق دي بتعمل ايه؟ ده رجله التانت كان واقف هو ومراته اوه ماريا نبي في ناس حبيبي يا عبد الله حبيبي جايب لي ميه ده صينيه شو بدي في الصينيه بدي ميه شاي والله طلبت ميه انت الله يسامحك انا لازم بدك ميه خلاص تعال بدك ميه لا خلاص تغسل ايدي بس لك في الميه طب هاك ايه شوف تسمي زي بس انت معدول ولا حاجه مش لا ده ايوه انا بدأ خلاص عبد الله صوره وخد بقى احلى تصوير لابو عبد الله ماشي يا عم انا راح اصور اقول لك الزنطه معذوره ولا مش عارف ايه ايوه يا عم مش لازم الصوره تطلع حلوه خدوني يا محمود ها خدوني يا عم عم انت خده كل اللي انت عايزه لان الوجه كويس جدا والله لو خده حط ان شاء الله تطلع بس خدت انت حاضر بتضيع جاي من العمال الجاردس هل تريد ان تكون هناك
تصور. خد راحتك خالص يا استاذ. اخد ايه الزبده؟ انا مش عارف. بحط رجلي كل ما احط رجلي في مكان ينزل فيا. صور واحده، صور واحده يا محمد، صور رجلي. الحمد لله يا جدع حطيتنا تعاك كده بابا. في حاجه مش مظبوطه؟ قلت مظبوط شويه. قول قول. مش مظبوطة. هو مش هدول مظبوطة ولا لا؟ بتعيد ما انت كان بيصورك ولسه وقفتك. ما هو قال لي انت العدالة. عشان تقول لي ايه؟ شوف كمرت احسن من كمرتك. يا راجل ايه كده بتصوري بس؟ ايوه شوف. لسه بعد اذنك يا اخ عبد الله، خد بس صوره. خليه يشيل احد، انا شايله امبارح 80 مره. لما الصنايعي ده اقسم بالله الواحد بطل يبقى سماعه. مين مع ناس عايزين يخدمه؟ يا ابن انت مراتي. كامل ولا نص؟ لا زي ما كنت واقف اهو. والله؟ اه. خليك زي ما انا. اتحركوش. شوار بحاله؟
واحدة تانية قبل ما تقوم. حاليا انه دلوقتي وقعت بالكسبه بقى. لا 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 لا
انكسرت البينة. خلاص جبت البيس. انا اقول لك عايز انزل. اه قادر انزل. ليه؟ ليه؟ بس انا ارفع المية صورة ويا نزلة كده ماشي ايه؟ جات بالله عليك بالله عليك حلوة بقى ايه بص بص خلاص على ما تروح مش هتلاقيها اطلع ورك كده اصلا على ما تروح مش هتلاقيها يلا يا محمود بس راحوا مكاننا يا عبد الله ويروح العيال راحوا مكاننا يروح يا سيد لا كان على اليمين باقي السياره شايفها بسرعه 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 روح يلا يا عبد الله يلا حط عبد الله شكرا يا عبد الله شكرا يا عبد الله محمد محمد ما تحكيش مع حد روح اقف على الفرشه وخلاص خدنا نطين في البحر الميت في طريق الرجعه نرجع دلوقتي ان شاء الله عبد الله عبد الله هات الكيس حطه في الكيس ده بعد اذنك
حطوا كيس في الكيسات. غلبك معلش. تسلم الايادي. ماشي شكرا الاخ عبد الله بن غلب معانا والله. شوف الرجوع اصعب من النزول. النزول واحد بينزل سهل. انا من الطلوع واحد بتقطع نفسه. صح يا عبد الله؟ الواحد وهو راجع اصعب. انا مغامرة. الناس كلها جايه واحنا رايحين. شكلنا احنا اللي جينا بدري. ما تعب بلا غير كاميرا شايلها. صدق. كنا هناك تحت. تحس ان مشوار مشوار. عندنا على طول بتلف الطريق دي لحد توصل القدس فلسطين الحبيبه. شو ليش وقفت؟ عنك عنك مغلبين عبد الله معنا. كل شوف الأنبوبة. لا احنا من كل مصر عشان حدش يفهم. فيا هلا عامل زي الكلب اللي عايز الازازه عشان اغسل يا عم. ليه الازازه ليه؟ هات سكينه بقى. استنى محمد هقول لك. انا هقول لك عندك السكينه تحت البتاع ده. رومه كوره بسيطه فيها بس بعد ما تعبها الاول. رومه وصلنا الحمد لله. ممكن كنا فيه. هنا كنا وهناك رحنا ثم عدنا. ده الفيديو بتاع دلوقتي.